السلام عليكم، معاكم أبواب عمر. أنا طالب سوداني عايش في السعودية، المنطقة الشرقية، الدمام. طبعا أنا أكثر مشكلة واجهتني اللي هي وضايقتني لما ضيعت زمن شديد كثير في تفتيشي للجامعات بعد الثانوية، ومع الوقت ده لقيت موقع إيكاسك. لما تفهمت معاهم وريتهم تخصصي، التخصص اللي هو داير اللي هو الطب ومتطلباتي، سهلوا علي التفتيش دوليا وروني الجامعات الأحسن لي يعني. وبعد ذلك بالنسبة لي أنا اخترت الصين لأنه لقيت الجامعة اللي هناك مناسبة لي شديد. فبعد ذلك بدأت وتواصلت مع الجامعة عن طريق مكتب كاسك. بدأت معهم الإجراءات، إجراءات السفر وإجراءات الفيزا وإجراءات القبول كلها، وما أخذت مني صراحة وقت كتير، كلها زي قرابة الأسبوعين كانت بالكتير. وأكتر حاجة كنت مخوف منها والله صراحة اللي هي بيننا وبين اللي هي بيننا وبين البلد ديك، التقاليد حتكون كيف، الفرق بيننا وبينهم، والأكل والحاجات زي دي، وهل هناك حتكون في تغيير شديد بيننا وبينهم ولا لا. فصراحة لما جيت شفت البلد كانت عادية، لأنه أول سنة كانت الجامعة مركز علينا وحاجة اللغة عشان نقدر نتواصل مع الناس وكده ونتعايش معهم كويس. وصراحة أنا في السنة الرابعة، وصراحة الجامعة كانت ممتازة شديد معاي، وسنيني معاها مرتاح جدا معاها، يعني كان خيار ممتاز. وأشرفت خلاص على التخرج والحمد لله، وأتمنى لكل زول يعني داير فتش جامعات سريع يزور الموقع www.acast.cn مع تصحيح، وشكرا.